لازم الناس يشوفوا انه الشيخ او رجل الدين منه فيهم. عن طريق الشيخ مالك عباس النوري يوجه رساله لرجال الدين. كيف تخافي من دوريه مخابرات عم تخافي من رجل الدين؟ ما بصير. الطيبه، المعرفه، العدل والقرب من الناس، صفات خلت الجمهور ينشد لشخصيه الشيخ مالك بمسلسل مربى العز، يلي قدر من خلاله عباس النوري يكسر الصوره النمطيه المعتاده عن الشيوخ بالحياه والدراما ويكسب محبه الجمهور. عم شوف بالشارع الاصداء الايجابيه الحمد لله، يعني بتفرح. كان بدي يطلع من الحياه بعيدا عن انه يكون مرجع ديني، كانوا ولا كامش كتاب فقه تحت طربوش عم يطالعوا يقولوا تعال لكم هاي حديث عن النبي وهي حديث مدري شو وهي تفسير للآية، هذا كلام فاضي. لازم الناس يشوفوا انه الشيخ او رجل الدين منه فيهم ومن حياتهم الطبيعي، بيشوفوه بالحارة بيوقف عنده مشاكل، ممكن يكون عم يتدين ما معه مصاري، ممكن يشتري سندويشه ما تعجبه، اذا يعني بيستحي ياكل بالشارع ياكل. هلا بتشوفي رجل دين عم ياكل سندويشه بالشارع؟ لأنه عاملين لحالهم روزة، ياكل شو القصة الكبيرة يعني. والتفاصيل اللي قربت الشيخ مالك من الجمهور كانت مكتوبة بالنص ومدروسة من قبل صناع العمل بدقة. كاتب الأستاذ علي صالح كاتبه بحب، وكاتبه بجرأة، وكاتبه بلطف. يعني كمان أنت ما تنسي نحن ماشيين هنا على الخط الأحمر، يعني في أي مكان ممكن تروحي لمطرح تاني، يعني بصير في عنا مشاكل مع الرقابات والأمزجة بالمجتمعاتنا العربية، لأنه كلنا بشكل ما الدين لابسنا قبل ما نأمن فيه، عم نورته بدون ما نفكر فيه. برأي عباس إنه الطريقة اللي عم تتصدر فيها صورة رجال الدين حالياً صارت بعيدة كل البعد عن صفات الرسول يلي لازم يقتدوا فيها. خلص نطلع من هاي التابو والقناعات اللي فيها رقابة زايدة تقديس، أنا برأيي ما له معنى لهذول الناس اللي بيسميهم نحن رجال دين. نحن إذا بدنا قدوة بالأصل بالدين نفسه هو صاحب الرسالة اللي استلمها من ربه عبر الوحي نبينا عليه الصلاة والسلام. كان راعي غنم وكان عنده عاطفة وكان يمزح وكان يضحك وكان يتوضع وكان يتحمم، قال إنما أنا بشر مثلكم، لا عمل عنده والله هو كل الطلاسم تبع عمل الدين طلسم، لا أسهل شيء عمله. لك ما هو هاي الطريقة بتقديم رجال الدين بالحكاية وبالتلفزيونات وبالدراما وبالأفلام وما كان، هاي الطريقة عم تعمل هالة فيها تابو، كأنه يعني كيف تخافي من دورية مخابرات عم تخافي من رجل الدين؟ ما بصير. هو لازم يكون أسهل حدا، أقرب حدا للناس، أجمل ما في الإسلام عم يتصادر عبر القناعات اللي هي شكلانية. أجمل ما في الإسلام إنه لم يجعل واسطة بين المؤمن وبين ربه، هذا أجمل ما في الإسلام. فليه نحن نحط دائما رجال الدين؟ على في رجل دين بده يقول لك والله صلاتك مقبولة وغير مقبولة، ربك بده يقبلها، بس إنه واصلين لهالمطرح.